مرحبا بكم عندي في فيديو جديد. اليوم هو لي اول مره غادي تشوفوني. انا اسمي كوثر من الهوايه ديالي الباتيسري. نجيبكم وصفه جديده اللي هي كاب كيك بمذاق الليمون او الحامض. هاد الوصفه جديده بزاف واقتصاديه ايضا. نمشيو مقادير وطريقه التحضير، ولكن قبل ما تنساوش تدعموني وتشتركوا لي في القناه. كذلك غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا. وشكرا بزاف للدعم ديالكم وللمتابعه ديالكم. لفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.